السلام عليكم، نورت شباب. يوم جديد وفيديو جديد. هسه الصبح ساعة بالعشرة وجبنا تور جدد. هاي النثي وهاي الفحل. النثي عيون سود، درع اسود، فتشي شوفوا. هاي النثي وهاي الفحل. هذا النزوج طبعا. نعوف النثي هسه، شوفكم الفحل الهندي. فحل هندي عيون بيض، ما شاء الله كلش حلو. الحجم حجم كارثة. هاي الذيل، هاي الطير قدامكم. تار الزين، ثواني. طبعا التار الزين وهذين التور طلعتن برا وراح اعوفهن. بلكي غريب شي نلزم، ماشي. لان اليوم ما شاء الله الجو كلش حلو وشمس، والبارحة كان هوا وناس ضيع طيور كلش، يعني هوا كان ومطر. فاليوم ان شاء الله نصيد ان شاء الله. وذني زواجد احنا كل يوم نصورهن، ماشي. وراح نجيب بعد زوج تور. اسعدنا نقص زوج واحد بس، ماشي. توني انطيت هنا اكل، حتى اليوم ما طلعهم برا. طبعا شباب راح اعوف التور برا واصعد لهن العصر، بلكي نلقي وياهن غريب شي جديد نصور لكم. ابقوا الفيديو. وهاي هسه صعدت للسطح وماكو شي وياهن. هسه الساعة بالخمسة ونص، ماشي. خطيه ذني مجوعهن، جاي يطيرن بالورنج، يريدن اكل. هسه نطيهن اكل. هذني بس المغربيات اوكلهن، لان جواهن فروخ، يعني هيك وقت توكلهن يزقن، ماشي. صارت معركة. ودني التور هسه راح نطلع هذول همينة. هاي طلعن. وهذا ويفر همينه، طلع وياه. خطيه ذني جوانا فروخ. وهذا ويفر، تعال تعال. سد الباب، تعال ويفر. خطيه مجوعين الطيور، وهذا من السجوان بس جاي ينطيك، ماشي.
هذا نوعيته احمر بدرنك اللي ما يعرفه. طبعا هذا كان عمره اسبوع وجبته. اوكي سكت ماكو بيتني. تعال تعال يا ويفر تعال انزل هنا تعال ويفر خطيه هسه جوابي هذا ان شاء الله يفقس ونشوف فروخه. تعال ويفر لا ما ناسيني. طبعا هذا ربيناه بسرنجه ماشي خلي نبرجع هذا انزل لاكو لان الباكستانيات طلع الحين الجبتين وهسه شو نسوي؟ شوف نجيبه كل شوية نجيبه كل شوية ويفر ويفر تعال هذا ويفر هسه راح ياكل وهاي النتي ماله وهذا القبق احمر جوابي بس ماشي لاني التور قدامكم هسه راح اطيرهن همينه نشوف مطيرهن ماشي يلا خلينا نطيرهن شوي بلكي نصيد لنا فتشي يجي غريب النزلة. طبعا احنا المهم نونسكم البارحة صورت لكم الفروخ اللي بالسطح ماشي واليوم جبنا تور زوج خلينا نطيرهن. نحتاج شقف لو نحتاج شقف شباب اني خافن من الشقف ذني بعدك وبعد هاي الاصفر عدنا عدنا جوقي ما شاء الله نجوقي مقايل اصفر شو مطر روحوا وياهن هذا هو شوفوا شلون يلعب شوفوا شوفوا بس يجي انا ما اريد اتعبهن وادقهن لان جواهن فروخ وبيض اذني جدا شوف عازلات واحد جاي طيران هذا راح ينزل طبق اسود عيون سوداء هذا هو هيك كل يوم يطيرهن 10 دقائق مثل ما قلنا لكم ما اريد اتعبهن هاي البصراوي هم نزل جوا فروخه طيب شوف الزبير شلون يلعب يجرجر مو طبيعي شوف شوف هذا هذا بس شوفوا مطيارة هذا اني قسم منه نزل وهاي الاصفر بعد هذا اني الزبيريات اثنين هاتن جاي طيران الرصاصي والاصفر ماشي شوف الاصفر
فراشة هم هنا، وهسه حاليا زوا فروخ. ونطير فروخ انه نشوف ايش قد راح يطير. ماشي، نطيه ندخن شوية. هذا اني صعد نشوف، اريد انزلهن. هذا اني شوفه جاي يصعدهن. شوفكم اياهن من قريب. هيك نطيرهن 4-3 هن يصعدن. ولو جواه نفروخ همين خطي. الفرخات مال الزبيريات ان شاء الله اسبوعين يطلعن برا. اكتبونا بالتعليقات اذا اللي جبتهن شقد يسوون، الهندي والباكستاني درع للتقييم. نشوف قيموهن، نشوف شقد يسوون. او فين صور هذن على ما ينزل هذن يسي شبعن. شوفوا هذني بيضات جدد تقريبا يومين. هذا المسكي مزوج، هذا وينه؟ هذا الكعكل. هذني صعدن. ايش كم واحد؟ هذني 5. شوفوا هسه راح ينزل اليوم. انتو تعرفون لوكو صيد نصور لكم، واي شيء جديد يجي على السطح نصوره. ماشي، هاي نتي يريد يروح. شوفوا قويه ما شاء الله. شوفوا شوفوا الفحل كذلك، طيور قوية. والشرط من طيار جبتهن بعد للتقييم ايش قد يسوون. نثي عيون سود، درع اسود باكستاني، وهذا هندي عيون بيض. ماشي، هذني بعد صعدين. وهسه الساعة راح يصير بالستة. ذني نطيه هناك البعد بركي ينزلن صورهن لكم من قريب. ذني همين جوهن بيض مزوج ورقي. ماشي، نشوف ويفر كمل اكله. لا شو يسوي؟ ماكو، هذا هو. تعال سوى، راح يطلع بكيفه. نعوفه براحتك. ماشي، ايش قد دورت بصراوي اصفر ما لقيت لهاي نثي. وين هذا يريد يتبرج؟ يوفق خليه يتبرج.
على الطاير. هاي ويفر نزل. هم صدق هذا عنده بيضة هنا. بس هاي الفحل وين الفحل؟ هم صدق الفحل طاير. اوفا خطير. الفحل طاير. الفحل هسه اشوفكم اياه. اذني راح ينزلن يمكن. لا والله بعد. هاي الفحلان هذا الاسود مثل الجوك. هيك لون شوفوا. ان شاء الله باسر فيديو جديد لان اليوم ماكو صيد بعد. واحنا اشي جديد نصور لكم. ولا تنسوا المشاركة الفيديو، لايك والاشتراك بالقناة. شكرا للمشاهدة، تحياتي لكم.